السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع الموضوعات الدينية المهمة. عنوان هذه الكلمة في دقائق: هل تعلم أنك كلما تذللت كلما رفعك؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لا يكرم العبد نفسه إلا بإهانتها لله. بمعنى أنت حينما تتذلل لله تبارك وتعالى وتقف على أعتاب أبوابه، أو حينما تمرغ وجهك في التراب لله، أنت بهذا تكرمها وتحفظها، أي نفسك. وما دمت فيما بينك وبين الله متذللا فالله يرفع من قدرك. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، سورة الشرح. دقق يا عبد الله في قول الله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وإن كانت هذه الجملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بصفة خاصة لرسول الله ولأمته من بعده. فبقدر ما تمرغ وجهك وجبهتك في التراب، يرفع الله تبارك وتعالى لك ذكرك ومكانتك ويعلي شأنك. وبقدر ما تعتز بنفسك، بعلمك، باختصاصك، بأسرتك، بانتمائك، بمن حولك، الله عز وجل يمكن أن يحجمك، يمكن أن يذلك، من الممكن أن يضعك في موقف صعب جدا. فلذلك يقول ابن القيم: لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، بمعنى أن يحجمها، بمعنى أن يتذلل لله، أن يتواضع لله، أن يمرغ جبهته لله، ولا يعزها بمثل ذلها. التذلل فيما بينك وبين الله عز لك، التذلل فيما بينك وبين الله عز لك. أما الذي تأخذه العزة بالإثم فلا يستغفر ولا يعتذر، ويعتقد بأنه قوي سواء بماله أو بجاهه أو سلطانه، فهو في طريق الإذلال لنفسه، ولا يريحها بمثل ما يتعبها. إن أتعبت نفسك في الدنيا، أديت العبادات بشكل متقن، ضبطت لسانك، ضبطت بصرك، ضبطت دخلك، ضبطت إنفاقك، استغفرت من ذنبك، ذكرت الله كثيرا، ناجيته كثيرا، خضعت له كثيرا، فأنت ساعتها في طريق العز لنفسك، وفي طريق الإكرام، وفي طريق الحرية. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.